اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والشدائد والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا بذي الحول والقوة والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا البلاء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان